Çalışıyorum. بلشت بالملاكمة بعمر 14 سنة 13-14 سنة. الهدف منها لما كان في هدف، كان هيك محبة بالبطل العالمي محمد علي كلاي، يعني كان له صيت عالمي وكان له صيت حول العالم. جا لعنا لسوريا كذا مرة وتصادفت فيه مرة تنتين وثلاثة أنا، ومحبة فيه أنا هيك حبيت الملاكمة يعني، وبلشت منها سن ال 14 بلشت فيها. انطلقت من الدولية والعالمية، يعني أنا أحرزت ميدالية مثلا بتشيكوسلوفاكيا ميدالية ذهبية، باسطنبول ميدالية ذهبية، بطولة آسيا ذهبية، بطولة عرب ذهبية، ميدالية فضية بروسيا، ميدالية ذهبية في إيران، ميدالية برونزية ببلغاريا. أحرزت يعني مدة العشر سنين ميداليات كتير، منهم ذهب ومنهم فضة. الميداليات المختصرة المرموقة، دورة البوسفور اسطنبول بطولة عالمية، دورة تشيكوسلوفاكيا بطولة عالمية أخذت فيها أحسن لاعب أقوى لاعب بالدورة، بطولة آسيا، بطولة العرب أنا أخذت فيهم أول هدول. معروف لحد الآن، أنا اسمي معروف في سوريا، معروف على مستوى سوريا على مستوى العربي. انتقلت من لعب للتدريب، دربت منتخب وطني، بعدين انتقلت لحلب، كونت لحالي انا مدرسه خاصه فيني وصرت انتج واغذي المنتخب الوطني السوري. جيت فيها لهون على مدينه كلس بالذات، انا ما بعرف شيء ايش في جوا كلس او باي محافظه، حاولت اني انا امارس لعبتي وادرب فيها. جيت انا تفاجات في كلس رياضة ضعيفة جدا، لا يوجد فيها غير عبارة عن لعبة الحديد، هذا كمال الأجسام اللياقة البدنية. حاولت أنا، دخلت هون بمساعدة المدرب عكاش، ساعدني كثير صاحب النادي، ساعدني كثير حاولت زبطت وضعي هون، زبطت الصالة معه، هو طبعا هو ساعدني كثير. وهاللعيبة طبعا لعيبة سوريين ولعيبة أتراك، هلا ضمن التمرين في أتراك في سوريين. حاولت انا بس اللي الصعوبات العملاقيه اني انا السوري غير مسموح له يشارك ضمن تركيا او بالمباريات البطولات التركيه الا لاعب تجنس، مثل ما حكينا وعندي لاعب انا اسمه عبد الرزاق درويش متجنس وعم يشارك في البطولات التركيه، بس نحن عم نلاقي كثير صعوبه. وانا التقيت كذا مره مع مدير الشباب والرياضه هون في كلس، ووعدني طبعا السابق مو الحالي، وعدني ان شاء الله بده يصير عندنا بمدينه كلس ويصير اني لعبه الملاكمه ولعبه المصارعه، ولحد الان ما شفت شيء. انا حابب اني اطالع ابطال ونرفع العلم التركي، كان جوا تركيا وكان خارج تركيا، لاني عندنا خامات جيده من سوريين واتراك، في خامات جيده كثير في كلس. Orada çok başarı yapamadım. Bir Türkiye üçüncülüğüm var. İnşallah da bu sene daha iyi bir derece yapacağım. İnşallah bu sene birincilik yapacağım. Şu an 19 yaşındayım. Büyüklerde dövüşeceğim. Büyükler biraz zor gelecek. İnşallah benim hedefim birincilik. İnşallah da benim büyük hedefim Türkiye şampiyonası değil. Benim hedefim dünya şampiyonası inşallah. Ama şu an Türkiye'ye geçmem lazım. Yani benim için Türkiye sadece yani daha büyük şampiyonalara katılmak için Türkiye şampiyonasını geçmem lazım. Birinci olmam lazım. İnşallah da birinci olacağım bu sene.